فكر حضراتكم ان النهارده فوز الرجال مش هو الفوز الوحيد، ولكن السيدات ايضا فزنا في مباراتهم الافتتاحيه النهارده بفرق هدفين عشان الرجال والسيدات يفوزوا في مباراه الافتتاح. الحقيقه بعد مباراه السيدات يعني سجلنا لقاء مع نصره عيد عبد الملك كابتن الفريق، خلينا نشوف قالت ايه وارجع لحضراتكم دي. برحب بيكم مره ثانيه طبعا وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، والف مبروك فوز طبعا سيدات كره اليد في اولى جولات بطوله كاس الكؤوس. ومعي بقى في هذه اللحظات الكابيتانو كابتن نصر عيد طبعا لعيبه الفريق. في البدايه ببارك لك على الفوز النهارده، عايزين تكلميه بقى على المباراه. اكيد الشوط الاول ما كانش سهل، لكن قدرتوا تعملوا كامباك وتعودوا مره ثانيه وتكسبوا اكيد في النهايه. والله الحمد لله، الف شكر ليك يا رب يعني، وشكرا للفريق والجهاز الفني. زي ما قلنا احنا واخدين زي ماتش النهارده مهم قوي بالنسبه لنا، ان احنا كنا نفنشه ان احنا نكسب. زي ما قلت للفرقه ما بين الشوطين احنا هننزل الشوط الاولاني احنا متعادلين، بس احنا خسرانين فرق 4 عشان نقدر نعوض الشوط الثاني يعني. فالحمد لله الشوط الاولاني كنا خسرانين فرق 4، تعادلنا خرجنا من الجيم، قدرنا نفوز، ركزنا على النقط القوه والضعف بتاعت الفريق الشوط الاولاني. كان بالنسبه لنا كل كره لازم ناكدها الشوط الاولاني كانت مهمه قوي، اكدناها الشوط الثاني، حافظنا ركزنا على الحاجات اللي كانت ناقصانا. فالحمد لله ربنا كريم، وان شاء الله عندنا ماتش بكره مهم. النهارده صفحه اتقفلت، بكره عندنا ثلاثه بونت مهمين كمان ان شاء الله يحطنا في نقطه حلوه في المجموعه، فربنا كريم ان شاء الله. استعديتوا ازاي بقى المباريات؟ لان طبعا فرق بين كل مباراه زي ما انت قلتي وقته قليل جدا، فاستعديتوا ازاي المباريات؟ والله يعني احنا من ساعه هنا الدوري والكاس، احنا كان هدفنا من قبل الدوري والكاس ان احنا عندنا حاجه لافريقيا ومستعدين ليها كويس قوي، بس كناش ينفع نقفل نركز في افريقيا واحنا لسه كان عندنا الدوري والكاس. قفلنا الدوري والكاس، استعدينا لافريقيا كويس، الفرقه دي ذاكرناها كويس، الفرقه بتاعت النهارده دي ذاكرناها كويس، بقى لنا 3 4 ايام مذاكرينها كويس، عارفين نقطه القوه والضعف بتاعتهم. فالحمد لله قدرنا نقفل الثغرات بتاعتنا اللي هي بتاعت الدفاع بتاعتنا، قدرنا نحافظ على الدفاع بتاعنا كويس جدا اللي هو يتميز السنه دي اللي احنا بندافع وبنجري فاست بريك. فالحمد لله ربنا كريم، وان شاء الله ربنا يكرمنا بكره ان شاء الله. بشكرك جدا والف مبروك مره ثانيه. شكرا، ربنا يخليك. يعني طبعا ده كان لقائي مع كابتن الفريق كابتن نصر عيد، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو.